عن إقليم كردستان الذي غلب على كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجمعة كان دليلا في نظر ائتلاف رئيس الحكومة على تمسك الطالباني بقوميته الكردية أكثر من تمسكه بعراقيته التي يقول الائتلاف إنه لم يتحدث بها خلال الكلمة. السيد جلال الطالباني هو رئيس لجمهورية العراق، وعندما يتحدث على موضوع معين يجب أن يتحدث عن ما يدور داخل العراق باعتباره رئيسا للعراقيين جميعا. وعلى ما أعتقد عندما يختزل أو يختصر الحديث على إقليم كردستان نعتبرها كخطوة باتجاه أنه لا زال يتمسك بقوميته أكثر مما يتمسك بعراقيته. وعلى الرغم من الانتقاد الذي وجهه ائتلاف دولة القانون لكلمة الطالباني إلا أن الكلمة استطاعت على الأقل توحيد الائتلاف والقائمة العراقية التي اعتبرت هي الأخرى أن الطالباني في كلمته كان غير موفق. رئيس الجمهورية هو رمز للدولة، ويفترض على السيد الطالباني أن يتكلم باسم العراق كل العراق، وكلامه عن الإقليم كان حقيقة نحن نستطيع القول بأنه لم يكن موفقا. كلام العراقية وائتلاف رئيس الحكومة عن التمسك بالقومية الكردية وعدم التوفيق اللذين رافقا الطالباني في كلمته لم يعني شيئا لأعضاء التحالف الكردستاني الذين وصفوا كلمة الرئيس العراقي بالطبيعية. شيء يعني جدا طبيعي. إقليم كردستان الآن هو جزء من العراق، ولذلك إذا كان هناك إنجاز إيجابي في أي بقعة من العراق فيجب الإشارة إليها. كون هناك تصور عالمي بأن العراق مليء بالحروب ولا يتقدم خطوة إلى الأمام. وعلى الرغم من تباين الآراء في شأن كلمة الرئيس العراقي جلال الطالباني أمام الأمم المتحدة، فإن مراقبين يؤكدون أن الكلمة أعادت للأذهان كلمات سابقة للطالباني كادت وقتها أن تتسبب بأزمات كالتي وصف في واحدة منها كركوك بقدس كردستان.